بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام نحييكم من جديد مع انطلاقة شوط آخر من أشواطنا في هذا الصباح. يعلن وينطلق شوطنا السادس عشر، يحمل لنا تحديات جديدة مع أشواط الإنتاج. هكذا مشاهدين الكرام هذه الانطلاقة تسير وتندفع هنا في جديد التحدي والمنافسة مباشرة إلى مقدمة الشوط، لنتابع مع حضراتكم البداية والصدارة على المقدمة على مقدمة الشوط. متابعين الكرام نتابع المنطلق الغزيل في مقدمة هذا الشوط، العايدة ملكيتها لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، ويضمنها جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز، وفي المركز الثاني وصلت جنى في هذه اللحظات، جنى القادمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمنها محمد بن بخيت بن برقان. النقلة مع المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات غزلان من هجن إنتاجهم الزبار، ويضمنها باران بن محمد بن قريع المري. نتابع المركز الرابع، في المركز الرابع قادمة في هذه اللحظات تحرير لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله من يتابعها في عملية التضمير. بينما في المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات اليوسفية من هجري تاجم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، من يقدم اليوسفية على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز، مع الخمس المراكز في أول إذاعة وفي أول ندى على مدى الأربع كيلو متر. سنتابع مع حضراتكم منافسات وتحديات كبيرة مع سن اللقاية بانطلاقات اجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نقترب مشاهدينا الأعزاء من انتصاف المسافة مع الاثنين كيلو مترات الأولى من عمر هذا الشوط. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول، جنى جنى في مقدمة الشوط مع القيادة مع الزعامة مع الريادة، من تنطلق في هذا الأداء الممتاز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان يتابعها في عملية التضمير. بينما في المركز الثاني نتابع غزلان التي بدأت تقترب في هذه اللحظات من مركز الصدارة من هجن إنتاجهم الزبار، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري في عملية التضمير، من يقدم غزلان على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هذه تحرير في المركز الثاني في هذا الانطلاق الجميل لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله بن علي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الرابع اقتربت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء الغزيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، جابر بن علي بن جابر بن جرحب من يتابعها في عملية التضمير. وفي المركز الخامس، خامس المراكز، نتابع القادمة في هذه اللحظات متابعين الكرام اللي وصلت في هذه اللحظة. بدأ الاقتراب من سياسة القادمة من هجني تاجم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. هذه النتيجة متابعين الكرام. نقترب من لوحة الإعلان الأخير مع الكيلو متر الأخير في تحديات وانطلاقة هذا الشوط لنتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام هذه الانطلاقة وهذا التحدي الممتاز في الأجواء النهائية من عمر الشوط. جنى جنى في المقدمة، جنى في الصدارة، من تنطلق في هذا الأداء الكبير، من تندفع في هذا المسار المتميز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محمد بن بخيت بن برقان من يتابع ويقدم جنى في هذا الشوط، من يقدم جنى بأجمل صورة بأجمل تحدي في هذا المسار وفي هذا التحدي الصباحي على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. المركز الثاني بدأ الانطلاق أيضا والاندفاع من غزلان على المركز الثاني من هجن تاجم الزبار مع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، وصلت على المركز الثالث اليوسفية مع من هجن تاجم الزبار مع عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. وفي المركز الرابع تقدمت سياسة من هجن تاجم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. وفي خامس المراكز التواجد من مثايل ولكن مقدمة الشوط ما شاء الله يا جنى جنى من تنطلق في هذا الأداء
المتميز جنى من تندفع في هذا الصباح وفي هذا الشوط، متقدمة على جميع الأسماء، منطلقة بالزعامة بصدارة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني محمد بن بخيت بن برقان. من يقدم جنى في هذا الشوط؟ من يدفع بجنى على الصدارة وعلى القمة؟ هذه جنى مشاهدينا الأعزاء في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار الذهبية، مؤكد الحضور وانتزاع هذا الشوط. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على انتزاع جنى ناموس هذا الشوط، وتهنئة وصول لمحمد بن بخيت بن برقان الذي قدم لنا جنى في تحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان من نصيب غزلان من هجني تاجم الزبار مع فاران بن محمد بن قريع المري، وفي المركز الثالث من وصلت سياسة من هجني تاجم الزبار مبارك بن محمد بن علي جربوع المري. أما المركز الرابع فكان من نصيب اليوسفية من هجني تاجم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس مثايل من هجني تاجم الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري. هذه نتيجتنا، ولكن عودة للتوقيت الزمني لنتابع مع حضراتكم مشاهدين الأعزاء توقيت جنة التي قطعت مسافة 4 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و6 ثواني 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهني موصولا لمحمد بن بخيت بن برقان الذي قدم جنة في هذا الشوط. أما المركز الثاني كان من نصيب غزلان، توقيتها 6 دقائق 7 ثواني 85 جزء من الثانية. تهانينا لهجني تاجم الزبار، وتهني موصولا لفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. المركز الثالث لحظة وصول السياسة إلى خط النهاية، قاطعة مسافة 4 كيلومتر في 6 دقائق 9 ثواني 21 جزءا من الثانية، منتزعة المركز الثالث. تهانينا لهجني تاجم الزبار، والتهني موصولا لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري.